صباح الخير على كل مشاهدينا اي لايف وشبكه ان تي ان في كل حته في الدنيا، وصباح الخير يا مصريين. ايام سعيده علينا يا رب، وثورتنا تكلل بالنجاح، ثوره 25 يناير. النهارده حلقه الاربعاء 19 اكتوبر 2011، هنكون معاكم على مدى ساعتين على الهواء من 9 ل 11. وبنفكركم اللي مش هيلحق يشوف برنامجنا ممكن يشوفه على اليوتيوب www.youtube.com/user/نهارك سعيد، وممكن يتابعنا ويشاركنا على تويتر وممكن كمان على الفيسبوك. معانا حلقه تقيله جدا النهارده، بس قبل ما اقول عنها اي حاجه لازم اصبح على زمايلي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا شريف. مصبح على كل مشاهدي شبكه ان تي ان. النهارده حلقه مهمه جدا. قبل ما نتكلم عن فقراتنا وقبل ما نقول اي حاجه، اسمحوا لي ان احنا لازم كمان نقول حاجه ايجابيه جميله جدا العالم كله كان بيشيد بيها، واحنا كمصريين لازم نشيد بيها ونكون فخورين بيها، وهي تدخل مصر ودور المخابرات المصريه في تبديل الاسرى الفلسطينيين والاسرائيليين. اعتقد انه كان حدث مهم جدا كلنا تابعناه امبارح يا شريف. طبعا اكيد، ولازلنا بنتابعه، لان طبعا هي كانت هيتم اطلاقهم على دفعات، والحقيقه هو ليه كذا مغزى وكذا معنى، واعتقد انه خطوه مهمه جدا وبتيجي برضه في وقت مهم جدا. واعتقد ان فعلا يجب ان تحيي الدبلوماسيه المصريه على جهودها اللي هي مش جديده على فكره، يعني هي احنا طول عمرنا لها هذا الدور سواء قبل او بعد الثوره، لان مخابرات قويه جدا، جهاز مخابرات قوي جدا، والحقيقه يعني لازم نشيد بهذا الدور. فادي ممكن تكلمنا بقى عن فقراتنا النهارده. طبعا لازم اشيد معاكم. امبارح كانت افراح فلسطينيه وزغاريت واهالينا كلهم، ولكن يبقى في 8 سيدات من ضمن الاسرى. اعتقد انه في الصفقات اللي جايه ان شاء الله المخابرات المصريه هتقوم بدور كبير جدا، واعتقد انه ده حدث تاريخي، لانه اسرائيل عمرها ما عملت كده في تاريخها كله، ولا عمرها اعتذرت لدوله في الدنيا لغايه النهارده. احنا اول دوله اسرائيل تعتذر لها، حتى ما اعتذرتش لتركيا بعد اعتداءها على اسطول الحريه. احنا نتناقش في اهم تفاصيل الاخبار كلها في منشطات الصحافه مع استاذ محمد طلعت الهواري الكاتب الصحفي بالمصري اليوم. هتكون اول فقراتنا بعد الفاصل. معنا ايه تاني يا رب؟ هيكون معنا الحقيقه كمان فقره تانية، ودي هتكون مع شريف، وهي فقره عن اغنيه جميله قوي عملها المطرب احمد عدويه. مظبوط كده، غايب ملوش نايب، وهي حقيقة كانت تجربة مختلفة جدا. والأهم في التجربة دي بقى لما نعرف إن اللي وراها سيدات، مجموعة سيدات عملوا حركة، أو عملوا يعني زي ما بيقولوا كده مجموعة اسمها صحوة مصرية، وقرروا إن هم يبدأوا المجموعة ديت بنشاط مهم جدا، وهو الأغنية دي. هنعرف أكتر عنها وهنسمعها أكيد كمان من خلال الفقرة دي. كمان هيكون معانا فقرة تانية مهمة جدا، وهي هيكون ضيفنا فيها الأستاذ أحمد أبو بكر، وهو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. هنتكلم معاه عن قانون الغدر، هنتكلم معاه عن مدى أهمية تفعيل هذا القانون، إذا ممكن فعلا يتفعل ولا مش هيتفعل، إيه اللي هيحصل بالظبط، موقفهم من هذا القانون ورأيهم في تفعيله، مش بس على أعضاء الحزب الوطني السابق، ولكن كمان على أي فاسدين في أي حزب، لأنه أعتقد ان الفساد كان يعني موجود في اماكن كتير جدا، مش بس يعني في الحزب الوطني. فاذا فعلناه هل هنفعله على كل الناس، ولا هنفعله على ناس معينه؟ هل هيتم فعلا تفعيل ولا لا؟ الطريق لتفعيله والوقت. احنا هنتناقش مع دكتور احمد ابو بركه القيادي الاخواني، هنتناقش معاه في مواضيع كتير، وهنتناقش معاه في موقف الاخوان وموقفهم من الانتخابات، والكلام اللي بقى على 65% من مقاعد البرلمان، وان هم تعاملوا مع القوى السياسيه بنفس منطق النظام السابق، وان هم جم فجاه وقالوا لا والله احنا هنترشح لوحدنا علشان يضمنوا مقاعد البرلمان. هيكون لنا حوار شيق مع دكتور احمد بركه، لانه من الكوادر الاخوانيه المهمه. لكن عندنا اخر فقره معانا هتكون مع احد اهم الكتاب، استاذ شريف الشباشي، واستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاقتصاديه. وهيكون فيها عرض لاهم احداث الاسبوع كله، اللي حصل الايجابي والسلبي طبعا بشكل عام، وهنعرض كل احداث الاسبوع، يعني كمراجعه سريعه كده لاحداث الاسبوع مع حضراتكم، ونوع من انواع التذكير. دايما بيكون في مجموعه من التقارير، وايضا بيكون معانا ودائما فقره الصحافه، وزي ما قلنا قبل كده هيكون معانا وبعد الفاصل على طول فادي مع الصحفي الاستاذ محمد طلعت الهواري. نهاركم سعيد.